السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وخلاويص ولا لسه. ركزوا معي، أنا هقرأ لكم كده دلوقتي جواب من أولاد لأمهم الغارمة اللي في السجن بسبب إن هي ما قدرتش تسدد أقساط جهاز بنتها. ازيك يا أمي؟ يا رب تكوني بخير يا حبيبتي. البيت مضلم من غيرك. والله يا أمي إحنا مناش لازمة من غيرك. إحنا مش عارفين نعيش ولا عايزين نعيش ولا تتعاش أساسا الدنيا من غيرك. أنا أحمد يا أمي، أنا بكتب لك دلوقتي وأنا مش قادر أمسك دموعي، ولا كنت متخيل إن ده ممكن يحصل في يوم من الأيام. أنا بحبك يا منمن، وحشتيني قوي، وحشني دلعك ليا ودلعي ليكي. طمنينا عليكي، عاملة إيه؟ بتاكلي كويس يا أمي ولا لأ؟ ويا ترى بتقدري تنامي؟ أنا عارف إنك أكيد مش قادرة تنامي من قلقك علينا، بس اطمني، أنت سايبة وراكي رجالة. أنا مخلي بالي من إخواتي زي ما وصيتين يا أمي، وهنجيلك كلنا في أول زيارة. مية هي قاعدة جنبي وبتسلم عليكي، هي هتكمل كتابة بقى علشان أنتي وحشاها وعايزة تكتبلك بإيديها. أنا مية يا ماما، عاملة إيه؟ وحشتيني قوي، إمتى هترجعي؟ أنا ما بكلش يا ماما، ومش قادرة ولا عايزة، أنا تعبانة قوي من غيرك. إحنا اتكسرنا من غيرك. احنا قاعدين دلوقتي في اوضتك، انا مروقاها يا ماما ومجهزاها علشان ترجعي تلاقيها زي ما انتي بتحبيها. واوعدك مش هزعلك تاني يا امي، ولا حد فينا هيزعلك. انا عارفه اني تعبتك كتير، بس صدقيني كنت بتدلع عليكي. ما هو انتي اللي لينا بعد بابا الله يرحمه. انتي الاب وانتي الام واختنا وصاحبتنا وكل حاجه. احنا عرفنا قيمتك اكتر لما اتحرمنا منك. احنا اكتشفنا ان انتي اللي كنتي ممشيانا حياتنا، وانتي اللي كنتي سندانا. بس خير ان شاء الله، محنة وهتعدي وهنصحى كلنا من الكابوس ده، ما هو ربنا فرجه قريب. ادعي يا ماما، ادعي الشدة دي تزول، انتي دعاكي مستجاب. فاكرة لما كنتي بتدعينا في الامتحانات وربنا يوفقني ببركة دعاكي؟ ادعي بقى، ادعي من قلبك يا أمي، وإحنا ما بنبطلش دعاء وواثقين في رحمة ربنا. ربنا مش هيسيبنا، مش أنت كنتي بتقوليلنا كده؟ ربنا مش هيسيبنا. أنا وأحمد وسلمى ومحسن هنجيلك يا ماما قريب في أول زيارة. وكمان إحنا دورنا ووصلنا لمؤسسة مصر الخير، رحنا وبلغناهم كل التفاصيل وقالوا خير إن شاء الله، وبلغونا إنك اتحطيتي في الكشوفات معاهم، وإحنا واثقين إن ربنا هيرجعك لينا بالسلامة. مع السلامة يا أمي، مع السلامة يا غالية. بعد الجواب ده أنا مش عارفة أقول إيه. ربنا يفرجها على كل أم غارمة، وربنا يقدرنا ومع مؤسسة مصر الخير إننا نفك كرب 3000 غارمة ونخرجهم من السجن قبل شهر رمضان ما يخلص. يا رب نقدر نقول خلاويص خلاص، خلاص كل أم ترجع لولادها وتنور بيتها من تاني.